مشاركة المحتوى في التعليم المفتوح. قبل بضع سنوات درس أحد الأساتذة دورة تعليمية عن تغير المناخ، وصل عدد الدارسين فيها إلى 100 طالب تقريباً في فصل دراسي. وفي أحد الأيام فكر قائلاً: إذا استطعت تحميل هذه الدورة التعليمية على الإنترنت فإنها لن تصبح متاحة لطلابي فقط، بل ستصبح متاحة لغيرهم كذلك. وقد فعل، وإليكم ما حدث بعد ذلك. أرسلت أن محتوى الدورة التعليمية إلى أليكس الذي كان يدرس تغير المناخ في الطرف الآخر من البلد، فوجد أليكس الدورة مثيرة للاهتمام، حتى إنه أرسل نسخة منها إلى صديقته لولو في أفريقيا. وكانت لولو تعمل على تطوير دورات تعليمية للأقران مع فيليب، لذلك دمج محتوى هذه الدورة مع موارد أخرى ووضع دورة تعليمية جديدة عن آثار تغير المناخ في أفريقيا. وقد شارك ألان الذي تلقى تلك الدورة محتواها مع جابي التي كانت تدرس السياسات البيئية في أمريكا اللاتينية، فشاركت جابي محتوى الدورة مع زملائها في الصف وترجمته معهم إلى اللغة الإسبانية. بعد ذلك أعطى أستاذ جابي تلك الدورة لطلابه في الصفوف الأخرى، ثم نقلت مايرا وهي طالبة أخرى المحتوى إلى والدها الذي نقله بدوره إلى زملائه. كذلك أرسل أستاذ جابي المحتوى إلى ديفيد، وهو زميل في المملكة المتحدة يجري أبحاثاً متعلقة بتغير المناخ، فحدث بعض البيانات وعدلها بما يتوافق مع موضوع دراسته، ونشر مقالاً في إحدى الدوريات المفتوحة، فتمكن الباحثون في جميع أنحاء العالم من قراءة المقال. ثم أرسل ديفيد المحتوى المحدث مرة أخرى إلى الأستاذ الأصلي، وفي ذلك الوقت كانت دورته التعليمية قد وصلت إلى طلاب أكثر بكثير من طلابه 100. وبعد سنوات بدأت كليات أخرى تحذو حذوه وأتاحت الوصول الحر إلى محتوى دوراتها التعليمية، وبدأت الحكومات تشجع استخدام الكتب الدراسية المفتوحة، وبدأ الطلاب يوفرون المال الذي كانوا ينفقونه على الكتب. ثم بدأت جامعات أخرى تتميز بالابتكار في إتاحة الوصول الحر لدورات تعليمية بأكملها، وبذلك جعلتها متاحة للمشاركين من جميع أنحاء العالم. هذه هي الموارد التعليمية المفتوحة، موارد للتعليم والتعلم والبحث، يمكن إعادة استخدامها وإعادة توزيعها وتعديلها وتنقيحها. والموارد التعليمية المفتوحة متاحة للجميع، للطلاب والمعلمين والباحثين والآباء والعمال والمواطنين ولك. هذا هو التعليم المفتوح، المعرفة بوصفها منفعة عامة. كل شخص له الحق في التعلم، لكن قلة قليلة هي التي تستطيع الالتحاق بالمدارس، ومن ثم فإن الموارد التعليمية المفتوحة تزيد من إمكانية الحصول على التعليم، إضافة إلى تحسين جودته وخفض تكلفته. إذن مشاركة المعرفة أمر مهم. ألستم معي الآن أن الموارد التعليمية المفتوحة تمنح الجميع الفرصة للتعلم؟